مجلس كنائس الشرق الأوسط MECC. بعدما توقفت آلة الحرب العالمية الثانية عام 1945، والتي راح ضحيتها ما بين 50 و70 مليون من البشر، بدأ العالم يفكر في التعاون والاتحاد اعتمادا على مبدأ الحوار والمشاركة بديلا عن الشجار والصراع. ولذا بدأت شعوب وحكومات وهيئات في تكوين منظمات دولية وإقليمية على كافة المستويات، مثل هيئة الأمم المتحدة بكافة مجالسها ومنظماتها العاملة على مستوى العالم وفي مجالات شتى، مثل الصحة والزراعة والثقافة والتعليم والهجرة والتجارة وغيرها. وكذلك كان تأسيس الجامعة العربية ومنظمة الدول الإسلامية وغيرها. وعلى المستوى المسيحي كان إنشاء عدة هيئات دولية مثل مجلس الكنائس العالمي WCC، والذي تأسس عام 1948 ويضم معظم الكنائس البروتستانتية والأرثوذكسية الشرقية، ولا يتضمن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية وهي موجودة فيه بصفة مراقب. وهو مجلس علمي قائم على الحوار والتعاون والدعوة إلى الوحدة، والتي سميت ب الحركة المسكونية. وقد تأسس في أمستردام، ولكن المقر الرئيسي في جنيف بسويسرا. يضم المجلس حوالي 400 كنيسة، وكنيستنا عضو فيه منذ البدايات، ولنا تمثيل رسمي فيه، وتعقد الجمعية العامة كل 7 سنوات في إحدى القارات. وتعقد هذا العام 2022 الجمعية العامة 11 في أوروبا ودولة ألمانيا في شهر أغسطس القادم، تحت شعار محبة المسيح تدفع العالم إلى المصالحة والوحدة. وجميع الكنائس الموجودة فيه تؤمن أن يسوع المسيح هو المخلص، وتؤمن بالثالوث القدوس طبقا لنصوص الإنجيل. وعلى المستوى الإقليمي كان تأسيس مجلس كنائس الشرق الأوسط MECC عام 1974، بعدما تحول مجمع كنائس الشرق الأدنى إلى مجلس يضم 3 عائلات كنسية كبرى في الشرق، وهي أولا عائلة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، وتضم كنيسة الأسكندرية والكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للسوريان الأرثوذكس، الكنيسة الأرمنية الرسولية كاثوليكوسية الأرمن الأرثوذكس لبيت كيليكية. ثانيا عائلة الكنائس الأرثوذكسية البيزنطية، وتضم كنيسة الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، كنيسة أنطاكيا وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، كنيسة الروم الأرثوذكس في القدس، كنيسة الروم الأرثوذكس في قبرص. ثالثا عائلة الكنائس الإنجيلية، وتضم سينودس النيل الإنجيلي في مصر، اتحاد الكنائس الإنجيلية الأرمانية في الشرق الأدنى، السينودس الإنجيلي الوطني في سوريا ولبنان، الاتحاد الإنجيلي الوطني في لبنان، الكنيسة الأسقفية في القدس والشرق الأوسط، الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، الكنيسة الإنجيلية الوطنية في الكويت، الكنيسة الإنجيلية في السودان، الكنيسة البروتستانتية في الجزائر، والكنيسة الميثودية في تونس. وفي عام 1990 انضمت إلى المجلس الكنائس الكاثوليكية الشرقية 7، وهي الكنيسة الأنطاكية السريانية المارونية، كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كنيسة بابل للكلدان، كنيسة السريان الكاثوليك، كنيسة الأقباط الكاثوليك، كنيسة الأرمن الكاثوليك، وكنيسة اللاتين في القدس. وهكذا صار المجلس يضم الأغلبية الساحقة من مسيحي الشرق في 4 عائلات كنسية كبرى. وغاية المجلس هي العمل على تعزيز روح الوحدة المسيحية
من خلال توفير سبل الحوار وإقامة الدراسات والأبحاث المشتركة التي تشرح تقاليد الكنائس الأعضاء، وإقامة الصلوات المشتركة من أجل التعاون والتفاهم المشترك. كما تعتبر المدافعة عن حقوق الإنسان والدعوة إلى العدالة والمساواة في المواطنة من أولويات عمل المجلس، والذي يقوم أيضا بالمشاركة والتعاون في الموضوعات الاجتماعية التي تسهم في تحقيق التعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط ذات التاريخ والتراث الإنساني الشامل ومهد الأديان اليهودية والمسيحية والإسلام. وبذلك يعتبر مجلس كنائس الشرق الأوسط رابطة بين الكنائس في خدمتها وشهادتها للسيد المسيح، ويستمد صلاحيته وشرعيته من الكنائس المسيحية الأعضاء مجتمعة، مع الأخذ في الاعتبار البنية الإدارية للمجلس والتي تقوم على أساس العائلة، والتي تنطوي تحت إطارها الكنائس المجتمعة ذات الشركة الكاملة مثل العائلة الأرثوذكسية الشرقية وهي أورينتال، والتي تضم الأقباط والسوريان والأرمن أصحاب الإيمان الواحد والمشترك. ولذا لا يوجد رئيس واحد للمجلس، بل 4 رؤساء، أي رئيس من كل عائلة وبالتبادل الدوري. وفي فبراير 2013 تم تأسيس مجلس كنائس مصر ECC، وهو يضم 5 أعضاء: الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية، الكنيسة الإنجيلية، الكنيسة اليونانية الأرثوذكسية، والكنيسة الأسقفية. وله نفس نهج ومنهج المجالس المسيحية الأخرى في حفظ التعايش المشترك من خلال التعاون والحوار والعمل الاجتماعي وخدمة المجتمع المصري. وفي هذا العام أي 2022، وللمرة الأولى، تستضيف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعمال مؤتمر الجمعية العامة لمجلس كنائس الشرق الأوسط، وفي الدورة 12 تحت شعار تشجعوا أنا هو لا تخافوا. ورغم أن هذا المجلس قد تأسس منذ 48 عاما، إلا أنها المرة الأولى التي تنعقد فيه الجمعية العامة في مصر التي تحتضن واحدة من أقدم كنائس العالم، كما أنها تنفرد بمسار العائلة المقدسة والذي تهتم به الحكومة المصرية كمقصد روحي سياحي مفتوح أمام كل السياح من كل مكان في العالم. إن انعقاد جلسات الجمعية العامة وحضور قادة وأعضاء من جميع كنائس الشرق الأوسط هي فرصة للاطلاع على نهضة الجمهورية الجديدة على أرض مصر من خلال استعراض المشروعات والإنجازات الكبيرة في كافة المجالات بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية والقوات المسلحة والشرطة الوطنية وكافة مؤسسات الدولة.